ذلك لم يكن شخصية عادية، كان شخصية استثنائية بجميع المعايير، وله دور في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله، ويعد من الكتاب المعدودين في تاريخ الصحافة في العالم. محمد حسين هنيك خسارة كبيرة لنا كمفكر وكضمير للوطن في ظل كل الظروف وفي ظل كل الأنظمة. بشكر حضرتك جدا، ميرسي.